هنالك رجل متزوج باثنتين، وحدث بينه وبين إحداهن أو إحداهن صدود، فخيرها بين أمرين: إما التسريح، وإما أن تبقى معه على شرط أنها تتنازل عن بعض وقتها للزوجة الثانية أو الأولى. لا حرج في هذا. لا حرج؟ لا حرج أن يقول: أنا لا أستطيع العدل بينكما. نعم. فإن شئت أن تبقي على ما أنا عليه، وإلا فأنا أطلقك، فله ذلك. ودليل هذا أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كانت كبيرة السن، فشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلقها، فقالت: يا رسول الله، إني وهبت يومي لعائشة رضي الله عنها. وهبت يومها لعائشة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، وسودة ما لها يوم. فلا بأس.